معنا الآن المهندس محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة، والسؤال مجددا سيد محمود، هل هنالك ثورة مضادة ابتلعت ثورة 25 يناير كما يقال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بداية بس أحيي العاملين معك في الاستوديو وأحيي جمهورك الكريم، خصوصا أحرار العالم وأحرار الأمة وأحرار مصر الذين تصدوا المنظومة العالمية وتصدوا لنظام مبارك وتصدوا لأذناب وفلول نظام مبارك الذين يحاولون اليوم أن ينقلبوا على ثورة ومكتسبات 25 يناير. وعلى رأس هؤلاء الأحرار أخي وصديقي دكتور حسام أبو البخاري وأخي وصديقي المهندس خالد حربي وسائر الأحرار في الشوارع والميادين وفي سجون الانقلاب، وعلى رأسهم طبعا ومقدما السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. هل هناك محاولات للانقلاب أو لابتلاع ثورة 25 يناير من الثورة المضادة؟ طبعا هناك محاولات، لكن هل نجحت؟ بالتأكيد وبلا شك عند عموم المصريين وعموم الأحرار في العالم الذين يتعاطفون ويدعمون الثورة المصرية، بلا شك أن هذا الانقلاب وهذه المحاولة محاولة فاشلة. حتى لو لم يكن هناك حراك في الشارع فهذا الانقلاب ولد ميتا، قد يستطيع أن يستمر شهر أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لكنه لا يستطيع أبدا أن يصمد أمام المعطيات التي خرج بها ميتا وأمام الحراك الثوري في الشارع المصري. نعم، طيب إذا كنا نتحدث عن ثورة مضادة تبتلع ثورة 25 يناير، الآن يدور الحديث بقوة على إحياء أحداث محمد محمود، ونرى الداخلية والإعلاميين الذين شتموا الثوار في محمد محمود اليوم يدعون لتكريمهم. لماذا طيب كل هذا الخوف من إحياء ذكرى محمد محمود؟ طيب طبعا احنا نريد أن نذكر هنا أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، هذا يوم كله لطلحة. إحنا عايزين نقول أن محمد محمود وما بعدها هذا يوم كله للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حفظه الله وفك أسره أيضا من سجون الانقلاب. الدعوة إلى مليونية المطلب الواحد كانت دعوة لقوى ثورية إسلامية، وعلى رأسها كان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي له تسجيل مشهور وملأ الآفاق: إن الذين قرروا أن يحتشدوا في ميدان التحرير في 18 نوفمبر لهم رسالة محددة، إنما يقولون أننا نرفض أن يحكمنا هؤلاء بسلاحهم. هو قال نحو من هذا، نحو من هذه المعاني يعني في كلمته المشهورة في الدعوة إلى مليونية المطلب الوحيد. مليونية المطلب الوحيد كانت مليونية لرفض وجود العسكر في المشهد السياسي، وكانت تحت مطلب واضح ووحيد: عودوا إلى ثكناتكم. حتى كان هناك هتافا مشهورا في الميدان يومها: ثكناتك يروح أمك. أنا أنقل ما كان يدور في الميدان، ولا أقصد الآن أن أقول هذه الكلمة، وإن كان الإنقلابيون يستحقون أكثر منها بكثير. هذه الدعوة كانت دعوة لرفض المبادئ الحاكمة اللي هي ما سميت في حينه وثيقة السلمي، علي السلمي، ولرفض وجود العسكر في السلطة، ولتحديد موعد واضح لانتخابات رئاسية لتسليم السلطة إلى الشعب الذي من حقه أن يختار من يمثله في المؤسسات وفي المراكز المختلفة. على إثر هذه الدعوة، الدعوة كانت التيار الإسلامي بشكل عام وكان على رأسه وفي مقدمته الشيخ حازم صلاح إسماعيل، على إثرها حاول العسكر أن يجهض هذا الحراك باحتكاكات مع الثائرين في الميدان، تداعت على إثرها الحركات الثورية بأطيافها المختلفة إلى محمد محمود. حين نتكلم اليوم أن الإجرام الذي استخدمته الداخلية والقوات المسلحة في التعاطي والتعامل مع الثوار كان على غرار الإجرام الذي كان موجودا في 25 يناير، وكان موجودا في 28 يناير، وكان موجودا في الثلاثاء الدامي اللي هو موقعة الجمل،
وكان موجودا في محمد محمود وفي مجلس الوزراء وفي الفعاليات الثورية المختلفة، وكان موجودا طبعا في العباسية واحد واثنين، وكان موجودا في مسبيرو ضد النصارى في مصر، يعني أو ثوار النصارى في مصر. عايز أقول أن هذا مشهد متكرر، لكن أن يتحول اليوم الداخلية والشرطة إلى محاولة الاحتفال أو ادعاء أننا نحتفل أو نؤبن شهداء وجرحى محمد محمود، دي محاولة زي محاولة القول بأننا امتداد، أن 30 يونيو أو الانقلاب في 3 يوليو هو امتداد لثورة 25 يناير، محاولة لقلب المفاهيم وخلطها على العامة والدهماء والغوغاء وعلى الانقلابيين وداعميهم الذين يعرفون جيدا أنه لا سبيل لهم ولا حياة لهم في المشهد السياسي المصري في ظل انتخابات يرجع فيها للشعب، لكنهم يستطيعون لا أن يأتوا من خلال صناديق الانتخابات، لكنهم يأتوا من خلال الدبابات وعلى ظهور الدبابات. يعني الذين عبد الفتاح السيسي له كلمة مشهورة أن الإخوان وصلوا إلى الحكم بالسلم ثم خدوا السلم معهم فوق، واحنا عايزين نقول انك جئت بدبابات المصريين وسيحاسبك المصريون وسيحاسب الانقلابيين على الدماء التي اسالوها. باختصار شديد، نحن ننتظر في القريب العاجل ان يخرج محمد حسني مبارك وحبيب العدلي ليحتفلوا في ذكرى 25 يناير، تطلع بقى 25 يناير 2013، تطلع 25 يناير 2014 زي ما تطلع، لكن ننتظر أن يخرج حسني مبارك والعدلي وعصابته ليحتفلوا بذكرى 25 يناير، لأنه حتى في الحقيقة لم يبقى إلا الثائرين الأخيرين حسني مبارك والعدلي، هم خلاص اللي إيه الذين بقوا يعني تحت الإقامة الجبرية أو في السجن. حسني مبارك في الإقامة الجبرية والعدلي في السجن، إحنا ننتظر خروجهما ليحتفل مع ثوار الانقلاب ب 25 يناير. لكن هنالك تخوف حقيقي، يعني اليوم محمود الفضالي حتى حزب النور كثير من القوى ترجو ألا يكون هنالك تجمع في أحداث محمد محمود ولا إحياء لها ولا نزول للشوارع حتى لا يقوم بقايا الإخوان على حد تعبيرهم وأنصار الشرعية من في استثمار هذه الفعاليات لصالحهم. هو إيه مشكلة محمد محمود بالنسبة للانقلابيين؟ بوضوح أنها دعوة كانت دعوة إسلامية خالصة، حتى ولو لم يدعو لها في حينه جماعة الإخوان المسلمين ولم يدعو لها في حينه الجماعة الإسلامية ورفضوا حتى المشاركة فيها معلنا، لكن حقيقة الأمر أن شباب الإخوان كانوا معنا في الميدان، إحنا كنا موجودين في الميدان وواجهنا الرصاص الحي بصدور عارية، وكان يعني لا يستطيع أحد أن يزايد علينا وعلينا كإسلاميين يعني في وجودنا في المشهد الثوري، خصوصا في أحداث محمد محمود زي ما قلت لحضرتك، ولا يستطيع أحد أن يزايد على إجرام الداخلية والقوات المسلحة في حينه ضد الثوار من عموم الشعب المصري، لأن ما كانش المسألة إسلاميين وفقط في الميدان، لا كان موجود كل التيارات. نعم نثبت هذا، فهم لا يستطيع أحد أن يزايد على أحداث محمد محمود. فالتخوف من إيه؟ أن تجتمع كلمة الثوار مرة أخرى. يعني هي اللعبة طوال عام كامل من حكم الدكتور مرسي أو طوال عامين ونصف من الثورة المصرية المباركة، اللعب كان على التحريش بين الحركات والقوى والتوجهات الثورية المختلفة والتيارات المختلفة في مصر. ولا ننكر أننا أخطأنا كإسلاميين وأن الرئيس مرسي وحزب الحرية والعدالة أخطأوا في هذا أو قصروا أو المكر كان شديدا. طبعا ما بقولش أن هم بس اللي أخطأوا، سائر التيارات أخطأت، وأتكلم هنا عن التيارات الثورية النقية، لا أتكلم عن الذين وضعوا أيديهم في أيدي دولة مبارك العميقة أو كانوا أداة للمخابرات يحركونها كيف شاء. يبقى لا يستطيع أحد أن يزايد على أحداث محمد محمود. الجميع يعلم أن الإسلاميين كانوا موجودين والإسلاميون يعلمون أن جميع التيارات كانت موجودة، ولازلت أتحدث عن التيارات النقية بما فيها التيارات التي تختلف معنا والتي نختلف معها، لكن في قدر من الاحترام. فلا يستطيع أحد أن يزايد، هذه فرصة يعرفون جيدا أنها فرصة لجمع الصف مرة أخرى، للصفوف الثورية تجتمع، وإن كان بيننا خلاف هذا الخلاف نصدره للشعب في صناديق الانتخابات، هو الذي يحكم على هذا الخلاف ما الذي يريده بين هؤلاء وهؤلاء. الآن هل ترى أن يعني عقد العسكر قد انفرط في مصر؟ ألا توجد الآن قوى حية ومؤثرة في الشارع ما زالت تلتف حول العسكر وتؤيدهم وترى نفسها جزء من 30 يونيو الذي جاء بالعسكر وجاء بالانقلاب؟ طيب احنا خلينا نلخص المشهد، وارجو اننا اختصر بس نلخص المشهد الثوري عموما في مصر، المشهد السياسي والحراكي في مصر. هناك
كتلة كبيرة داعمة للشرعية ورافضة للانقلاب، ليس أدل عليها من جميع الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية كان فيها أغلبية لصالح هذا التيار، وكتلة صغيرة ضد بما كانت تحصل عليه من لا للدستور أو لا للاستفتاء على التعديلات الدستورية الأولى أو حتى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. هذه الكتلتين، هاتين الكتلتين، الكتلة الداعمة للشرعية زادت جدا بعد الإجرام الواضح من الانقلابيين وأذنابهم وداعميهم، وبعد وضوح أن هذا الانقلاب ليس فقط حراك لقادة عسكريين، لا أبدا، القادة العسكريين إنما هم عرائس تحركهم المنظومة الصهيوني-أمريكية للعبث بمصر وبمكتسبات ثورة 25 يناير التي فاجأت الجميع. يبقى الحراك الثوري المؤيد للشرعية كتلة كبيرة لكنها تفتقر إلى المال والإعلام ودعم السلطة والسلاح، طبعا السلاح في أيدي المجرمين الذين يهاجمون به العزة الإسلامية، وكتلة صغيرة من الانقلابيين لكنهم معهم المال، معهم أجهزة أمنية ومخابراتية، معهم سلاح يستخدمونه بمنتهى العنف والقوة لقتل العزل، وليس أدل على الآلاف من القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين. هذه الكتلة الانقلابية كان عندها بعض الدوائر الشعبية الملتفة حولها، لكن هل اليوم نجد أو نرى أنه لا زال هناك هذا الالتفاف؟ ما فيش التفاف، وليس أدل عليه، ما فيش أكبر دليل عليه أنه حتى عبد الفتاح السيسي لا يستطيع أن يدعو اليوم زي ما دعا مثلا في جمعة التفويض وقال أنا بطالب الشعب المصري أنهم ينزلوا يندوا لي التفويض، بعدين لحق نفسه قال إيه يدوا لي تفويض وأمر أن أنا أواجه الإرهاب المحتمل. هل يستطيع عبد الفتاح السيسي اليوم حتى ولو بالمال، حتى ولو بالمجموعات التي مستفيدة بشكل مباشر من الانقلاب، هل يستطيع أن يحشد نفس الحشد الذي حشد في 30 يونيو أو حشد في جمعة التفويض؟ لا طبعا. بالتأكيد أنا لا أقول أن حشد 30 يونيو كان حشدا ضخما كما يصوره المشاهدون، لا طبعا هذا حشد مزيف بلا شك، لكن هل كان هناك حشد؟ نعم كان هناك حشد، ينبغي أن نعترف يا جماعة. بص عشان المسألة دي تبقى واضحة للمصريين كلهم، مؤيدين ورافضين لحكم الإخوان في مصر، بس طبعا طبقا للآليات الانتخابية التي ارتضيناها جميعا. لو افترضنا أن الدكتور محمد مرسي فاز بنسبة 90%، مش بس بنسبة 52%، لا تعال نفترض أن الرئيس محمد مرسي فاز بنسبة 90%، باقي 10%، لو قرروا ال 10% دول تاني يوم من انتخاب الدكتور محمد مرسي ان هم ينزلوا الشارع، فاحنا بنتكلم على 9 مليون مصري ممكن ينزلوا الشارع. هل الدكتور محمد مرسي فاز ب 52%؟ دي النسبة التي حصل عليها، لكن ال 52% اللي انتخبوا الدكتور مرسي وال 48% الذين لم ينتخبوا الدكتور مرسي متفقين، هم الاثنين متفقين، يعني في 100% اتفاق على ان الفائز في هذه الانتخابات سيقضي مدته كاملة. يبقى اللي بيعمي علينا وبيقول ان الدكتور مرسي انما هو فاز ب 52%، اقول له لا يا حبيبي، الدكتور مرسي فاز ب 100%. ليه 100%؟ لان ال 52% اللي انتخبوه وال 48% الذين لم ينتخبوه كانوا متفقين قبل ما يذهبوا الى الصناديق ان ال 100% متفقين اللي هيكسب كلنا سنكون تحت رئاسته لمدة 4 سنوات، يستطيع ان فاز في الانتخابات التي بعدها ان يستمر في رئاسة. لكن هنالك من يطرح، هنالك من يقول، يعني من باب النقاش فقط أسألك، إنه كيف تفرض علينا ذلك؟ افرض يا أخي أن هذا الحاكم كان سيئا، افرض أن هذا الحاكم لم يحظى برضا، أليس من حق القوى التي انتخبته أن تعزله؟ طبعا، ما احنا هنقول اهو، مش احنا قلنا ان تعالى نفترض ان هو فاز ب 90%، ال 10% دول لو نزلوا يحدثوا أزمة حقيقية، ولكن 10% من الشعب المصري يعني 9 مليون. طيب ال 9 مليون دول بقوا بعد سنة 30 مليون زي ما يكونوا، هم برضو متفقين مع الباقي، احنا كلنا متفقين ان هناك آلية لعزل هذا الرئيس. يعني هو انا دلوقتي، طب انا دلوقتي مش عاجبني عدلي طرطور اعمل ايه؟ انا بتكلم عليا مش انا، انا كمعارض لهذا الانقلاب وعلى استعداد ان ابذل اقصى درجات البذل في القضاء عليا، انا بتكلم حتى على واحد من شعب 30 يوليو زي ما بيسموه، يعمل ايه؟ لا، هناك آلية، الحفاظ على الآلية الدستورية والقانونية التي ارتضاها الشعب المصري هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على مصر. الحقيقة اللي بيتكلم على ان الشعب من حقه ان هو يسقط مرسي او يسقط اي رئيس منتخب بمجرد التظاهر، بيتكلم على ان هو من حقه ان هو يسقط مصر بمجرد التظاهر.
إذن هكذا. طيب الآن هنالك حديث عن حراك لأساسة في مصر لقادة الانقلاب، وكأن الأمور قد وطدت لهم ومكن لهم في البلد، وهم الآن يتحركون دوليا، لديهم الآن جهود مع روسيا، لديهم اتفاقيات في تحايل على موضوع تعليق التسليح الأمريكي ووقف التسليح البريطاني بتسليح روسي. فإذا هم لا مشكلة لديهم وهم مستمرون في السيطرة على البلد كما يشاءون. لا لا، احنا خلينا بس نقول، احنا يجب ان نرى المشهد بشكل واضح. مصر دولة محورية ومركزية بلا شك، حتى على ضعفها، على ضعفها هي دولة محورية ومركزية بلا شك. الكلام على ان عبد الفتاح السيسي وعصاباته توجهوا تجاه روسيا لان هناك اشكالات مع العدو الامريكي، طبعا العدو ده بتاعي انا، لكن هو طبعا الاب والصديق والحنون الامريكي، انا بتكلم علينا احنا، ان هناك اشكالات او خلافات، لا، ده الكلام ده مش حقيقي. الحقيقه ان الروس والامريكان كلاهما اتفق، بينهم خلافات طبعا وبينهم منافسات طبعا معروفه ومشهوره، لكن كلاهما متفق الان ان مصلحه المنظومه العالميه بقياده الولايات المتحده الامريكيه والمنظومه الصهيونيه الامريكيه والاتحاد السوفيتي الذي عاد الان يبحث له عن موطئ قدم، الاثنين متفقين أن مصلحتهما في إقصاء التيار الإسلامي عن المشهد في مصر وفي دول الربيع العربي. لازم نبقى عارفين كده كويس. يبقى المسألة مش لا خصم من رصيد الولاءات للأمريكان لصالح الروس أبدا، ده زيادة في الانبطاح وتقديم ولاءات جديدة على حساب الشعب المصري ومصلحة الأمة المصرية. نقطة تانية، هل هناك توقف للتسليح بشكل حقيقي؟ أنا عايز أقول لك إن زرار المسدس اللي في جيب عبد الفتاح السيسي أو اللي في حزام عبد الفتاح السيسي عند الأمريكان وليس عند عبد الفتاح السيسي أصلاً. فالحديث عن البحث عن سبل أو مصادر تسليح جديدة ده كلام غير حقيقي بالمرة. هو طبعاً إعلامه يروج أنه يعني إن الأمريكان بيضغطوا عليه لصالح التيار الإسلامي، وهذا كلام طبعاً لا يخفى على أحد ولا ينطلي على احد. عبد الفتاح السيسي بنفسه له تصريحات انه يتواصل يوميا مع وزير الدفاع الامريكي. احنا لازم نبقى فاهمين ان الانقلاب في مصر لم يكن اختيارا داخليا، بل هو املاءات خارجيه لعمق ووثيق الصله بين المؤسسه العسكريه بقياده الانقلابيين. طبعا لما بتكلم هنا عن المؤسسه العسكريه اعني القيادات المجرمه ومعاونها من قتله الثوار في الشوارع، والا كل مؤسسه في مصر وكل فصيل وكل وظيفة في مصر وكل تيار في مصر فيه من الشرفاء الكثير والذين ننتظر منهم ايضا في الفترة القادمة الكثير. يبقى الكلام على ان الامريكان يضغطون على عبد الفتاح السيسي ابدا، عبد الفتاح السيسي ما هو الا عروسة ماريونيت في ايدي الامريكان هو وسائر الانقلابيين. سؤال اخير وجواب باقل من دقيقة لو سمحت، يعني مهندس محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة في مصر، الى اين نتجه في مصر في الايام القادمة؟ طيب، الحراك في مصر اليوم يبشر اننا متوجهون الى كل خير، بل انا اقول ان الوضع المصري اليوم افضل منه ايام الدكتور محمد مرسي. لم نكن يوما أعدى القضية من اليوم، لم يكن يوما أكثر نقاء في الصف من اليوم في الصف الثوري، لم نكن يوما أكثر قربا فكريا وتوجهيا من اليوم، لم يكن يوما هناك التفاف أممي من الأمة الإسلامية كلها حول قضيتنا، لأن الأمة الإسلامية كلها تعرف جيدا أن خلاص مصر هو الخطوة الأولى والكبرى في خلاص الأمة، خلاص الأمة كلها. أنا عايز أقول هنا حاجة كمان مهمة جدا، الأمة الآن أدركت أن ما يحدث في سوريا وأن ما يحدث في ليبيا وأن ما يحدث في تونس وأن ما يحدث في مصر وما يحدث من إجرام من انقلابيي الإمارات والسعودية والكويت، كل ده يدينا دليل وانطباع أن حل أزمة مصر وحل أي أزمة دولة عربية أو إسلامية ليس في ذات البلد في المشروع القطري لها أبدا، بل في عموم تحرك الأمة في اتجاه علاج قضاياها بشكل جمعي. عشان كده تلاقي ان جميع الاحرار في الامه يدعمون الحراك المصري، وعشان كده تجد ان الانقلابيين في عموم الامه والمجرمين يدعمون الانقلاب في مصر.
فلما نجد لما نصل بعد هذا الانقلاب إلى هذا الفهم العميق للثوار والأحرار على مستوى الأمة، أظن أننا مقدمون ومقبلون على كل خير. هذا الانقلاب نعم يا سيدي لم يعترف به إلا نعم 5 دول في العالم حتى الآن، بيبدلوا مع بعض. عبد الفتاح السيسي يروح الإمارات، يقوم عدلي منصور يروح الكويت، يقوم البيبلاوي يروح السعودية، وبعدين ده يخلص من الكويت يروح قطر، يروح آسف الأردن. السعودية، وده عمالين يبدلوا مع بعض لعبة كراسي ومش لاقيين حتة يقعدوا فيها. هذا إذا مهندس محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة في مصر، شكرا جزيلا لك.